لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكمة اليوم مرتبطة بحكمة الأمس في مواضيع الحكم. حكمة الأمس كان يتكلم على الطمع، وقال ما بتقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ثم بعد ذلك قال ما قادك شيء مثل الوهم، ما قادك شيء مثل الوهم. القول معروف انك انت تجر الواحد كده، ده القيادة، يعني حاجة تجرك كده عشان تمشي وراها، كأن النفس دي بهيمة وعايزة حبل يقودها. فالنفس البهيمية دي الحيوانية دي اللي هي عايزة تودي البني آدم في داهية محتاجة حد يقودها، زي أي بهيمة في الدنيا عايزة لجام وقياد. فهذه النفس تنقاد أكثر ما تنقاد إذا كانت نفس محبوبة، تنقاد إلى وهم. يعني إيه؟ اللي يقودها الوهم، الوهم هو كل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله لا شيء، إن فتشت عنه لا تجده شيء، حتى أنت نفسك لا شيء، لا تملك لنفسك ضر ولا نفع، فكيف تملكه لغيرك؟ وكيف يملكه غيرك لنفسك وهو لا يملكه لنفسك؟ فالحقيقة كده، إن كل ما سوى الله لا شيء، من حيث الضر والنفع بذاته، من حيث الضر والنفع بذاته، أما أن يضر وينفع بالله ممكن. فالرسول ينفع المؤمنين ويضر الكافرين بإذن الله، فطالما فيها بإذن الله يبقى من الله على يد من شاء من عباده، ما يضرش. لكن احنا بنتكلم على سبيل التأثير المباشر الذاتي، فلا أحد ولا ذات مؤثرة في الكون إلا الله، لا ذات نبي ولا ولي ولا أي حد ولا ملك مقرب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي من وراء هذه الأشياء. هو ده معنى التوحيد، هو معنى التوحيد ألا تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني لا تظن أن هناك مؤثر مع الله. تحب الولي ما يضرش، تحب النبي مطلوب، لكن أن تظن أن النبي يضر وينفع بذاته لا. لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه النفع، جعله سبب قوي للنفع بجعل الله وبإذن الله، وكذلك الولي جعله سبب قوي للنفع لأنه مات سار على قلب النبي، فلما سار على قلب النبي ورث منه هذا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه المعاني في أحاديث، منها لا يزال عبدي يتقرب إلي، لا ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني بقى إيد الله كله بالله، أصبح يتكلم بالله ويسير بالله ويبطش بالله ويأخذ بالله وفي الله وعلى الله ولله. وفي فرق بين لله، نعم، وفي فرق بين ما يكون لله وما يكون بالله. ما يكون لله فيه رؤية النفس، وما يكون بالله فيه الفناء عن النفس والفناء عن الشهود. فأهل الدنيا لما نظروا إلى الدنيا ونظروا إلى الأسباب وارتباط الأسباب بالنتائج على الغالب الأعم الذي فعله الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، طمعوا في الأسباب. وفي الحقيقة الأسباب ما هي إلا وهم خلقها الله ليبتلي بها عباده وليحجبهم سبحانه وتعالى عن ذاته، ليتم الاختبار ليؤمنوا بالله بالغيب، وإلا لو لم يخلقها لكان الأمر على الشهود، فلا تجد مشرك ولا كافر، خلاص بقى كل مؤمن، كما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قبل خلق الأسباب وأشهدهم على أنفسهم قالوا ألست بربكم؟ قالوا بلى. حتى أبو جهل قال بلى، لا يملك الكفار ولا، وفرعون نفسه قال بلى وشهد لله بالوحدانية. ليه؟ لأنه لم ينظر إلى الأسباب حيث أنه لم يتعامل معها بعد. ثم لما مرت الأطوار ونزل الناس إلى الأرض وتعامل الله معهم من خلال الأسباب، في من الناس من حجب بالأسباب ظنا أن الأسباب فاعلة، وهذا وهم كبير،
فمن اعتقد في الأسباب كان متوهما وهما شديدا، فإذا صار وراء الأسباب كان كأنما قاده الوهم. هذه المعنى. وأنت لا تطمع في الناس أو فيما سوى الله إلا إذا ظننت أن بيده النفع أو الضر، وعلشان كده وهذا وهم، وعلشان كده الوهم ناتج عن الغفلة عن أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل من وراء الأسباب، وناتج عن الاعتقاد أن الأسباب تضر وتنفع فتطمع فيها فتذل لها، ولذا لها علاقة باللي فات اللي هي ما بتقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. فالإنسان إذا طمع في الأسباب ظنا أنها تضره وتنفعه بذاتها حجب عن الله سبحانه وتعالى فذل للأسباب وعبد الأسباب دون الله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. ليه؟ لأنه ظن أن المال هو الذي فيه النفع فحرص على جمع المال، وظن أن المنصب هو الذي فيه النفع، وظن أن المظهر هو الذي فيه الفقر والكبرياء، فصار عبدا لهذه الأشياء، وهذه الأشياء في الحقيقة أوهام كلها. ولذا كأنما صارت نفسه بهيمة تقودها الأوهام. ولذا يقول ما قادك شيء مثل الوهم. فهمت المعنى؟ في علاقة كبيرة. إذا توهمت أن الناس أو الخلق ينفعوك أو يضروك صرت عبدا للناس، فتبثق أغصان الذل في نفسك لكونك صرت عبدا للناس، تبتغي مرضاة الناس، منهمك بهم، تبتغي مرضاتهم، ولم تتعامل مع الله، صرت تتعامل مع البشر، مع الخلق، والبشر والخلق كنهم يضر وينفع، ده وهم كبير. وما هو الوهم؟ هو ما دون الشك. الوهم هو ما دون الشك. الوهم هو إدراك الطرف المرجوح. إذا كان المسألة لها احتمالين فإذا تساوى الاحتمالين 50% و50% يسمى شك. إذا كان الاحتمال زايد شوية لكن أقل من 100% يسموه ظن. ظن. فإذا صار 100% يسموه يقين أو علم. إذا كان المسألة أقل من 50% الاحتمال 20% 10% يسموه وهم. يبقى الوهم هو إدراك الطرف المرجوح، والظن إدراك الطرف الراجح، والشك تساوي الطرفين، واليقين هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل إن كنت عالم، وعن غير دليل إن كنت مقلد. فهمت المسألة؟ فإذا تكلموا هنا العلماء عن الوهم لا يقصدون الوهم بالتعريف اللي أنا قلت لك عليه، ده تعريف المناطق والفقهاء. أما تعريف أهل التصوف كل ما سوى اليقين وهم، فيدخل فيه الظن والشك والوهم. فهمت؟ يبقى لما تيجي تقرأ في كتب التصوف لما يكلمك على الوهم ما تفهموش بمعنى المناطق ولا تفهمه بمعنى الفقهاء. كل ما سوى اليقين، لأنه هو يريد أن يصل للحقيقة، فكل ما غير حقيقة عنده ولو 90% يسميه وهم. هو عايز يوصل للحقيقة بحيث أنها لا يكون معها شك، هو ده هدفه. فكل ما سوى الحقيقة عندهم وهم. فهمت؟ هو يبالغ لأنه هو يريد أن يصل إلى الأعلى. ما يجراش حاجة، أنا بفهمك اصطلاح القوم عشان لما تيجي تقرأ لهم تفهم. كونك أنت عايز تخليك على اصطلاح المنطقة أنت حر، وبعد 10 سنين هتلاقي اصطلاح المناطقة ما يلقش في الكلام ده، هتلاقي ترجع لهم تاني. فهمت ليه؟ لما تكون بقيت وصلت الى النضج اللي بيتفهم اسلوبهم في تفكيرهم. فهمت؟ فهي المسألة كلها مراحل نضجية في التفكير. فممكن ما تنكره الان تجده هو عين المعنى المراد في مرحلة زمنية اخرى، في مرحلة ايمانية اخرى، وهكذا. فعلشان كده لا تغلق عليك باب العلم، ولكن حتى ما لا تدركه سلمه لغيرك. قول يمكن في ناس كده، في ناس بيعتبروا كده. هل انت لو كنت بتقول 99% في ربنا وفي 1% ما يبقاش فيه تبقى مؤمن؟ احنا بنتكلم في المعنى ده بقى. احنا بنتكلم في هذا البني ادم اللي اسمه سين، رمز من الناس، يؤمن بان 99% في اله خالق وفي 1% احتمال يبقى مش موجود. ده تعتبره مؤمن يا مسلم؟ كافر وهيسلم. اسمعني بس، ده تعتبره مؤمن يا مسلم؟ لا. يبقى الوهم هنا يساوي الظن. كان
لان 99% عند المناطقة ظن راجح. فهمت المسألة؟ فاحنا بنتكلم في الامور الاعتقادية، يعني من ظن ان السبب يؤثر بذاته ولو 1% يبقى مازال محجوب بالسبب. فهمت المسألة؟ يبقى احنا بنتكلم عن النقطة دي، فخليك انت معانا، خليك على نفس محطتنا، والا مش هينفع تبقى انت على صوت العرب واحنا على اذاعه القران الكريم، هنشوش على بعض. فخلينا كلنا على اذاعه القران الكريم، واخد بالك؟ للخواص ان كانت عبادتهم من اجل الاكوان حجبوا بالاكوان عن المكون. فان عبدت الله من اجل الانوار التي تحدث في قلبك من اجل ذكره صرت محجوبا بالانوار عن المنور. ويبقى برضو ده وهم، لانه ما زال في الاكوان، والاكوان كل من عليها فان. فهمت المسألة؟ يبقى الخواص أيضا قد يحجبوا، والعوام يحجبوا. العوام يحجبوا بنظرتهم للأسباب ظنا منها أنها فاعلة بذاتها، وهذا لا يليق من العام المسلم. المسلم عليه أن يكون تعامله مع الله، المسلم العالي، احنا ما بنقولش أنه يبقى كافر، لكن يبقى محجوب. وعلشان كده البني آدم اللي بيتعامل مع الأسباب أول ما ييأس من الأسباب ييأس من المسألة، لكن اللي بيتعامل مع الله حتى لو معهوش أسباب لا ييأس. وإحنا بنشوف الحكاية دي مع المرضى، يجي لنا مريض مثلا عنده مرض خبيث وحيموته خالص ومنتشر في جسمه وملوش علاج، فتيجي تقول له إيه؟ أنت مالكش علاج يا حاج، تروح بيتك كده تصلي وتاخد مسكنات للألم وتتصدق وما تلفش على الدكاترة، العلاج حيموتك أسرع من المرض نفسه. كويس؟ يقول لك يعني انا ماليش علاج، يعني انا خلاص يعني هموت، ييأس ويقعد يعيط، ويجي ولاده يتخانقوا معايا، انت كده وهمت ابونا، وانت كده وديته في داهيه، كنت كتبت له ان شاء الله اسبرين. لانه البني ادم الحج ده بيتعامل مع الاسباب ظنا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يشفي الا بالسبب. لكن لو كان يعلم ان ربنا يشفي بغير سبب كان يقول الحمد لله كفرت باسبابكم وامنت برب العالمين، ويروح منشرح ويقول يا رب شفاه خير وبركه، ما شافوش يبقى ايه؟ يبقى قابل الله وهو راضي بما هو فيه من مرض. يبقى في فرق بين تفاعل الانسان اللي بيقوده الوهم، الوهم هو اعتقادك في الاسباب، وبين الانسان الذي لا يقوده الوهم بل يتعامل مع الله. فهمت المساله؟ وعشان كده يقول لك ما قادك الى الحجاب عن الله شيئا مثل الوهم. يبقى هنا الحجاب مقدم. أو ما قادك عن الله بعيدا عن الله إلا الوهم. إما الوهم في حصول الدرجات لأهل الخواص، لأن الخواص برضو قاعدين يعبدوا ربنا عايزين يحصل الكرامات على أيديهم بقى وتحصل الحلويات كلها في قلوبهم والمعاني والمعارف وتشرق قلوبهم، يبقى هو برضو بيعبد الله من أجل هذه الأشياء، يعني طماع برضو، يعني هو مذلول للكرامة، هو مذلول للأنوار، كأنه ذل للأنوار. والله خلق الأكوان لك فلا تذل لها، ده هو ذلها ليك أنت، ده هو سخرها ليك أنت. تيجي أنت تسخر نفسك ليها تبقى أنت فهمت غلط. وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ليك أنت، ده هم اللي جعلهم خدم ليك، هذه الأسباب كلها جعلها خدم ليك، فكيف أنت تعتقد أنها فاعلة فتذل لها وقد أذلها الله لك؟ فهمت؟ فربنا يريد أن يحررك مما أنت فيه من اعتقادك فيما سوى الله أنه قد يكون فاعل مع الله. فهمت المسألة؟ حتى إذا عبدت الله تعبده لا على أن تشرق قلبك بالمعارف ولا على أن تحدث الكرامات على يديه، ولكن تعبد الله لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يفض عليك ما شاء بما شاء في الوقت الذي يشاء. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بغير اختيار، ولما خيره الله لم يختار، جعله سيد الخلق أجمعين، لم يختار لنفسه ملك ولم يختار لنفسه المال، بل لما خير صلى الله عليه وسلم في عمره ولم يخير أحد في عمره أن يقعد مدة الدنيا، اختار اختيار الله عز وجل، اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. ولما خير في المال وأن تكون الجبال ذهب له وفي يد غيره تراب، اختار أن يكون رزق آل محمدا قوتا أو كفافا، يعني أما تشل منهم أما يأكلوا ما يتبقاش حاجة يحطوها في التلاجة، ده معنى القوت، يعني يبقى خلص الوجبة وشبع ما عندوش بقى حاجة شايلها للوجبة اللي جاية، يعني كأن رزقه يجي وجبة وجبة.
مش كل الناس تتحمل الحكاية دي، لكن سيدنا رسول الله اختار ذلك حتى يكون قدوة للفقير، حتى يكون قدوة للذي يجوع، لمن يجوع. فإذا جاع الجائع يجد لرسول الله فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظر الغني الذي كثر عنده العرق فيجد أن رسول الله سبقه في كل الغنى. هو مين كان يبقى الجبال في إيده ذهب وفي إيده غيره تراب؟ مهما كنت غني هتبقى قد النبي صلى الله عليه وسلم في غنى لا تستطيع، حتى ولو بالعرض. فالنبي كان غني بالعرض، ولكن كان لا ينظر إلى العرض، ينظر إلى الله عز وجل، لأنه لم يطمع فيما سوى الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من كل ما سوى الله، سليم من الطمع فيما سوى الله، سليم من السوى. هم عن العلماء في كتابهم يقول لك السوى أي كل ما سوى الله، حتى ولو النفس وحظائظ وحظوظ النفس. يبقى إلا من أتى الله بقلب سليم. وقالوا إن الله وتر يحب الوتر، يعني إن الله فرد يحب القلب المفرد الذي فرد الأمور لله فلم ينظر إلى الأسباب مع الله. هذه معنى إن الله وتر يحب الوتر عندهم، لكن عند الفقهاء معنى آخر. ولكن الكل الكل صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم وكلم أهل الحقيقة وكلم أهل الطريقة وكلم أهل الشريعة بنفس الكلام صلى الله عليه وسلم، عندما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال أو صورة. كلام صحيح على ظاهره، فإذا كان بيتك فيه كلب أو صورة ما يدخلوش الملائكة الرحمة. طب وإذا كان قلبك فيه نفس تعوي كالكلب، وإذا كان قلبك فيه صور الأكوان لا تدخله الملائكة أيضا، لأن القلب هو قلب إيه؟ هو بيت المؤمن، هو بيت الله، أي أن الله لا يحل في قلبك ولا تحل رحماته في قلبك إذا كانت فيه نفسا تعوي كالكلب، أو كانت فيها صورة الأكوان منطبعة في مرآته. يبقى هو حديث واحد أهو لمعنى حقيقي ومعنى في إيه؟ في الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لكن اللي يفهم الحديث الملمح هم أهل الحقائق، يعملوا بيت الظاهر، فيجي في بيته اللي ساكن فيه فعلا لا يجيب كلب إلا كلب صيد أو حراسة، ولا يترك فيه تمثال علشان تدخلوا الملائكة، ثم يأتي إلى بيت نفسه وهو قلبه يحرره من صور الأكوان، لأن صور الأكوان تماثيل، ويحرره من النفس التي تعوي لطلب الشهوات. فهمت؟ فيبقى بالحالة دي حرر قلبه وحرر بيته فتدخله الأنوار. وقال مثلا ربنا سبحانه وتعالى في آية ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ربنا لما خلقنا أول مرة لم نرى سواه، فلما نيجي نموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأول ما يكشف للغطاء للإنسان وهو في سكرات الموت وخلاص هيقترب لربه، يجد أن كل ما كان مشغولا به أوهام، فيرجع للتفريد مرة أخرى، فلا يرى إلا الله. فتأتي الله فردا كما خلقك أول مرة فردا، ولقد جئتمونا فرادا أي مفردين أي موحدين بالمعنى الحقيقي، ولكن قد لا ينتفع الإنسان بهذا المعنى لأنه فرط فيما سبق. وقد برضو يكون معناها المعنى اللي كل الناس فهمها على الظاهر، فرادة يعني لوحدك وتسيب ورثتك وعيالك، ده معنى وده معنى وده معنى، لأن كل ما وراءك أكوان، فإذا كانت الأكوان منطبعة في قلبك ثم انتبهت عند سكرات الموت تجد أن كل ما سوى الله زائل والله سبحانه وتعالى هو الباقي، فتفرده سبحانه وتعالى فتأتيه فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهمت؟ ألم يجدك يتيما فآوى، أي يتيما مما سوى الله فآواك الله، أي محروما مما سوى الله، حرم نفسه مما سوى الله ولم يفطم نفسه إلا على الله. فلما يكتم نفسه من الدنيا وما فيها ومن الأكوان وما فيها آواه الله إليه. فهمت؟ يبقى في يتيما بالمعنى المعنوي وفي يتيما بالمعنى الحسي الظاهر.
اللي هو فاقد الأبوين. ففقد الأبوين هو الركن اللي الإنسان بيركن ليهم في الظاهر. مين؟ الأبوين. فإن لم يجد الركن في الظاهر يبقى صار يتيما في الظاهر. فإن كان قلبك لا يركن إلا إلى الله كنت يتيما في الباطن فيؤويك الله إليه. فهم؟ يعني لا يركن للأكوان ولا يركن إلى أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فهو يتعامل مع الله لا يتعامل مع الخلق. وعلشان كده أحد الصالحين في بغداد زمان أيام ما كنت أنا بقرأ على سير الصالحين كان بيقول إيه لما أرى المعنى ده، قاعد يسأل ربنا سبحانه وتعالى في صلاة إن يري واحد من هذا النوع، الناس اللي هي بتتعامل مع المكون لا مع الأكوان. قال يا رب يعني هيبقى في ناس عايشة في الدنيا وتكون بالطريقة دي إزاي؟ يا رب وريني واحد منهم. وظل فترة طويلة يدعي ربنا، وبعدين كان هو عنده مال كتير فبقى كل يوم ياخد جزء من ماله ويمشي في الشارع يقابل واحد من الناس العباد كده يديله يقول له خذ لا لك لا لك خذ لا لك. فالراجل ياخد يقول له جزاك الله خير. مش هو ده. لحد ما في يوم من الايام ماشي في الشارع كده بيدي الواحد يقول له خذ لا لك، قال له هات لا منك. فعرف ان هو ده، يعني خذ لا لك يعني هي لله وليست لك. فالتاني قال له هات لا منك يعني هي من الله وليست منك. ففهم ان في ناس بتتعامل مع ايه؟ مع الله مباشرة لا تنظر للأسباب. فهمت؟ زي برضو قصة الحمال اللي جاء لأحد الصالحين وجايب له شوال قمح من احد الناس الاغنياء، عارف ان الراجل ده صالح ومتفرغ للعبادة، فبعت له شوال قمح مع الحمال. فلما جاء الحمال يحط الشوال خطر في باله انه يسأله مين اللي بعته. فاول ما جاء في باله الحكاية دي قال لا والله لا احرمنك حيث انك رأيت المخلوق ولم تر الخالق، ارفع الشوال واعطيه لغيره. فحرم نفسه منه، لانه لما جاء اول ما جاء جبل ما قالش الحمد لله اللي ربنا رزقني، لا ده قال مين اللي بعثهولي، فنظر للخلق قبل الخالق. فلما نظر الخلق قبل الخالق عاقب نفسه فحرم نفسه منه، فاعتبر ان اللي ياخده ويكون يسبقه النظر للخلق ان ده يبقى فيه شرك فمش عايز، يبقى اهل لغير الله به. انما اللي ياخده دون ان يخطر في باله المخلوق هو عين الحلال. دي ناس بتربي نفسها. فهمت ازاي؟ دي اساليب تانية عشان تعرف ان امة النبي دي فيها ناس درجات عالية. وربنا نوه في القرآن، قال اصحاب اليمين وقال المقربين وقال الابرار وقال الصديقين وقال الشهداء وقال الصالحين وقال الاولياء، يعني مقسمهم سبحانه. فالناس انواع، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات في الدنيا وفي الحقيقة وفي الاخرة وفي كل مرحلة من المراحل. فهمت المسألة؟ ففي ناس بتتعامل مع الاشياء بهذه الصورة. ثم قال لما كان الوهم ينشأ عن الطمع والطمع يذل والذل عبودية، ولما كان اليقين ينشأ عن الورع، انك انت بتتورع تزهد في الدنيا واخد بالك ازاي، ويبقى يقينك على الله. فاذا كان يقينك على الله تتحرر من الاثار فتصير حر، صرت حرا من ايه؟ من الاكوان وكل ما سوى الله، فصرت حرا واخد بالك. فيبقى ينشا منها العز والحريه، يبقى الطمع ينشا منه الذل والعبوديه، والورع ينشا منه العز والحريه. فقال على طول في الحكمه اللي بعدها انت حر مما انت عنه آيس وعبد لما انت فيه طامع. امتى تبقى حر؟ تبقى حر من الاشياء اللي انت يائس منها، تبقى اسمك حر فيه. انما لو طمعان في حاجه تبقى عبد ليه، قاعد مستنيها بقى وبتفكر فيها وتنام تحلم بيها، تبقى انت عبد ليه. انما امتى تبقى متحرر منها؟ لما تيأس منها. يبقى انت حر تيأس منها يعني تزهد فيها، لا تفكر فيها، لا تعتقد انها فاعله، لا تعتقد انها مؤثره، ولكن الاثر من الله والفعل من الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هو ده المعنى. فيقول أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت فيه طامع. يعني أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، أنت مع الأنوار ما لم تشهد المنور، أنت مع العلم ما لم تشهد المعلوم،
أنت مع العبادة ما لم تشهد المعبود، أنت مع الخلق ما لم تشهد الخالق. فإذا يئست من هذه الأشياء، وعلشان كده يجب أنك أنت إذا فعلت حتى العبادة تيأس منه، لا تنظر له، ولكن نظرك إلى فضل الله ورحمته لا لعبادتك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن طب وتعبد ربنا؟ بتعبده لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بذلك، ذلا إلى الله، أخذا بالأسباب التي جعلني الله سبحانه وتعالى محصورا فيها في الدنيا، مكبلا بها في الدنيا، فأفعلها ولكن لا أنظر إليها، أفعلها وأنا يائس منها، حيث أنها معلولة، حيث أنها ليست على الوجه الأكمل، حيث أنها لم تكن بالإخلاص الكافي، ولم تكن بالصورة الحسنة المطلوبة التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فلما فعلتها وهي معلولة لم أنظر إليها، ولكن آيست منها ونظرت إلى رحمة الله وفضله. أنت حر مما أنت عنه آيس. وعلشان كده الغنى عن الشيء لا به، الإمام الشافعي يقول كده، الغنى عن الشيء لا بالشيء. يعني أنت نفسك لما تيجي تدي الواحد فلوس ويجي الواحد ده يقول لك متشكر، أو تقوم أنت تقول يستغنى، أنا اديته الفلوس فاستغنى، استغنى يعني قال لي شكر، يبقى غنى. إنما اديته الفلوس مد إيده افتقر، طالما اديته الفلوس ومد إيده يبقى فقير محتاج، إنما ما مدش إيده وقال لك شكرا يبقى استغنى، صح ولا لا؟ يبقى الغنى عن الشيء لا بالشيء. الغنى مش بالفلوس، لا، ده الغنى انك تستغني عنها، هو ده الغنى صحيح. علشان كده حتى انت نفسك يا انسان عادي تقول انا استغنيت عن الحكاية الفلانية، انا كنت بشرب كل يوم فنجان قهوة متعود عليه استغنيت عنه، يعني ما بقيتش اخده خلاص مش محتاج، تحررت منه. انا كنت بشرب سجاير استغنيت عنها يعني بطلتها، كنت الاول عبد ليها فبطلتها، كنت متعود اعمل كذا استغنيت عن الحكاية يعني بطلتها. يبقى الغنى الحقيقي عن الشيء لا بالشيء. شوف عشان كده الامام الشافعي يقول ايه، الغنى عن الشيء لا به. لما يبقى مستغني، لكن لو خد ما يجراش حاجة، احنا بنتكلم لو خدت، ما هو النبي قبل الهدية، احنا بنتكلم اعمال القلب مش اعمال الايدين. يعني اذا اخدت الدنيا احنا بنتكلم كل كلامنا ده في اعمال القلب مش في اعمال اليد. يعني ممكن انت باليد تأخذ لا منه، لكن من الله، نظرك للعاطي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولكن احنا بنتكلم على القلب، كل دي الكلام بتاعنا كلام القلوب، خد بالك مش كلام الجوارح، عبادات القلوب، عبادات القلوب مش عبادات الجوارح. هو انا بقول لك انت بطل ما تاكلش ما تتعاملش معنا، ما بقولكش كده، انا بقول لك اتعامل مع الناس ومنهمك معهم بجوارحك ولكن قلبك مع الله، كل كلام في قلبك. انا ماليش دعوه انت ايه، ما انا اللي بقول لك، ما انا دكتور وطول النهار قاعد بعمل عمليات في الناس وفتح عياده وبتعامل واشتغل واخد بالاسباب، لكن المهم ما تبقاش جوه قلبك. ما تظنش ان مهنتك وجهدك هو اللي بيرزقك، ده اللي بيرزقك ربك. ما تظنش ان انت مهنتك دي هي اللي بتنفع الناس، ده اللي بينفع الناس ربنا على ايدك، لا شطاره منك ولا حاجه. يبقى قلبك ماشي في سكه وجوارحك ماشيه في سكه، ده المعنى. انا كل كلامي بكلمك على قلبك، تيجي تقول لي هروح البيت النهارده مش هتصحر لحتى انا ابقى فايق للسحور، تبقى انت مش فاهم انا بقول لك ايه، تبقى ما تقعدش القعده دي لحتى تنضر. القعده دي كلام للقلب، جواك انت ايه وانت بتتعامل مع الاسباب، هي دي المعنى. مش بقول لك اترك الاسباب، احنا قايلين واسالوا الله من فضله، يعني تعامل مع الاسباب، فضل الله هي الاسباب التي يسرها لك. فهمت ازاي؟ قال كلوا من رزقه واليه النشور، قال ايه؟ وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قال وامشوا اهو. انا ما بقولكش، لكن انك انت تظن ان مشيك ده هو اللي بينفعك، هو ده الكلام. يبقى كلامنا كله في القلب مش في اليد. فهمت المساله؟ الراجل لما جاله الدقيق ما رضاش ياخده بايده، ليه؟ عشان قلبه نظر للمخلوق، لكن لو قلبه نظر للخالق كان خده. افهم افهم، ما تسالش، افهم، استنى، ما تفهمش كده مش هتفهم، اصلك هتسال مش هتفهم. اسمع برضه، ماليش دعوه، مش هسمع اسئله النهارده.
فكل كلامنا اللي فات ده واللي جاي ورمضان اللي فات كل كلامنا قلبك بيشتغل ازاي وانت بتتعامل مع الناس، قلبك شكله ايه وانت متألم ورايح للدكتور، بتظن ان الدكتور ده يشفي؟ بتظن الدواء ده وانت بتبلعه كده انه بيشفي ولا لا؟ انا بقولكش خدش الدواء، ما بقولكش ما تروحش للدكتور، لا انا بقولك روح للدكتور وخد الدواء، لكن انا بقولك قلبك يبقى ايه وانت بتعمل الحاجات دي. كلامي كله مع قلبك، لو قلبك كان راكن للطبيب راكن للدواء تبقى انت كده ناظر للاكوان، تبقى انت كده محبوب عن رب العالمين، بتظن ان هناك مؤثر سوى الله، تبقى اصبح هو للشرك الخفي، الشرك الخفي اللي يودي في داهيه، يحبط العباده ويؤيتك من الدنيا باول ضربه تقابلك واول اختبار يقابلك تجد نفسك يائس. وعشان كده الناس ما بتتحملش، والعنايه المركزه كل يوم فيها ناس ايه بسبب الصدمات ما تحملهاش، لانه عايش منهمك بقلبه مع الدنيا. لكن انت تكون منهمك بجوارحك في الاسباب مستريح بقلبك مع الله، هي دي المعنى. فانا كل الحكايه كل كلامي مع قلبك ده، بقول لك طلع قلبك خليه في سكه وجوارحك دي في سكه، قلبك يبقى مستريح وجوارحك تبقى تعبانه، يبقى جوارحك تعبانه مع الله في العباده وقلبك مع الله مش مع عبادتك نفسها، بتظن انك انت عملت حاجه، ده انت ما عملتش حاجه خالص، ده كله بفضل الله. فهمت؟ يبقى كل كلامي مع قلبك، هتروح تصحى وهتروح تاكل وتروح شغلك بكره عادي خالص، مش بقول لك اقعد بلط في الخط، لا، في فرق بين الكلام خطابه القلوب وفي فرق بين مخاطبه الجوارح. الله سبحانه وتعالى بالشريعه تعبدنا بالجوارح وبالحقيقه تعبد القلوب، فتبقى انت جوارحك منشغله بالشريعه وقلبك مراقب لله او مشاهد لله على حسب مقامك، هي دي المساله، مش المساله تترك الشريعه، والا تبقى انت فهمت غلط خالص. وعشان كده علماء التصوف في ناس انضرت بيهم لان فهموا كلامهم غلط، يقرا كلامهم يبقى مش عارف يطبقه، يقول ازاي يقول لك ما تسعاش في طلب الرزق، وازاي يقول لك ما تسعاش بقلبك مش ما تسعاش بجوارحك، هو ما يقول لك لا تسعى في طلب الرزق، يقصد السعي القلبي، انك انت تبقى قاعد بقلبك حريص عارض على الحكايه دي بقلبك، بحيث لو ما حصلتش عليها يجي لك حسره وذبحه وينقلوك وتستريح من الدنيا واللي فيها. لا، هو عايز يريح قلبك، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق قلبك اراد ان يبقى قلبك ليه هو وجوارحك للاكوان، لان جوارحك من الاكوان وقلبك جعله محط اسراره. فهمت المسألة؟ فكل كلامنا مع القلب، وظل أنت كطالب تذاكر، كعامل تصنع، كمهندس تشتغل في الهندسة بتاعتك، كل واحد فيما أقامه الله من أهل الأسباب، ولكن تعاملك مع الأسباب يبقى مختلف ونظرتك للأسباب تبقى مختلفة، هي دي المسألة. فهمت المسألة؟ العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع، قالوا كده العلماء. العجيب ان ربنا عايزك تبقى سيد الاكوان وتبقى انت الملك، تقول للشيء كن فيكون، وانت اونطجي عايز تخزي نفسك وتعيش عبدا للاكوان، هي دي المسألة. ربنا خلق الاكوان من اجلك وسخرها لك، فاذا دخلت الاكوان قلبك صرت عبدا له، واذا تعاملت مع الاكوان بيدك وقلبك عامر بالله انقادت الاكوان لك فصارت عبدة لك، لانه ربنا خلقها ليك اصلا مسخرة ليك. فهمت؟ ربنا يريدك ملك وانت بسبب سوء نظرتك تذل نفسك، هي دي المسألة. يقول المصنف في التنوير، في كتاب التنوير في اسقاط التدبير، في مناجاة الحق تعالى على ألسنة الهواتف: إنا أجللنا قدرك أيها العبد أن نشغلك بأمر نفسك، فلا تضعن قدرك يا من رفعناه، ولا تذلن بحوالتك على غيري يا من أعززناه، ويحك أنت أجل عندنا من أن تشتغل بغيرنا، لحضرتي خلقتك وإليها طلبتك، وبجواز بعنايتي لها جذبتك، فإن اشتغلت بنفسك حجبتك، وإن اتبعت هواها طردتك، وإن أخرجت عنها قربتك، وإن توددت لي بإعراضك عما سواي أجبتك. فهمت؟ واضح الكلام بقى؟ فهمتوا؟ تفهموا إن شاء الله.
مش مركز شغال طول النهار وتعبان. طيب ركز معايا كده. هي المشكلة ان محبة الاشياء والطمع فيها هي سبب الذل. اما تحب الحاجة وتطمع فيها تتذلل، صح؟ فانا عايش عايزك تحب الا ربك وما تطمعش الا في ربك، تقوم تذلله تبقى حر عما سوى الله. ادي المعنى، فلا تذل الا لله ولا تحب الا الله. وعلى شكلها لما تحب الله هتحب رسول الله، ولما هتحب رسول الله هتحب اولياء الله، ولما هتحب اولياء الله هتحب آل بيت النبي، ولما هتحب آل بيت النبي هتحب المسلمين كلهم، لان المسلمين كلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ آل محمد كل تقي، والتقوى في المسلمين. فتلاقي نفسك بالطريقه دي حبيت من الاكوان ما احبه الله، ولم تحب من الاكوان الا بالله، فصار حبك بالله ولله ولم يكن بنفسك ولنفسك ولا لشهواتك، فكان ذلك لله في الحقيقة. وعلى شكل من أحب أخا له في الله، ومن زار أخا له في الله، يبقى كل حركتك بالله. هذه المسألة. فيقول: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فألبسني عزها حلة، يمر الزمان ولا تنهتك أو ولا تنتهك، هي حقا تنهتك. فصرت غنيا بلا درهم أتيه على الناس فيها الملك. فهمت؟ وده بقى الغنى الأكبر، وده اللي كانوا يقولوا عليه كيمياء السعادة. العلماء يقول لك كيمياء السعادة هو ألا تقنع إلا بالله، وألا تطمع إلا في الله، وألا تذل إلا إلى الله. خلاص، طالما كده يبقى الناس اديتك ما اديتكش ما تفرقش معايا، ولا تزعل من حد ولا تفرح بحد. وعلشان كده تعمل المعروف وترمي البحر، لانك بتعمله لله، مش منتظر ان يقول لك شكرا، ولا منتظر يقول لك جزاك الله خيرا، ولا منتظر ان في يوم من الايام ان الايد اللي اتمدت لك تعضك. مش الناس يقول لك كده ده ما تمرش فيه، ده انا عملت فيه خير سنين طويله وما تمرش فيه، اول ما عضها عض ايد انا. يبقى هو كان بيعمل لوجه الانسان مش لوجه الله. فربنا خلاه الانسان ده قال له وكله ليه، فطلع له نفسه الحقيقيه الكلبيه عبدته. قال له مش انت كنت بتعمل لنفس كلبيه سبعيه؟ خلي السبع يعضك بقى، لكن اعمل لله. فيبقى ربنا جعل ناكر الجميل في الدنيا موصل اليه، جعل ناكر الجميل في الدنيا موصل الى الله، علشان لما يجي ينكر الجميل اللي انت عملته فيه وانت تغضب، يقوم يعرفك انك انت كنت بتعمله مش لوجه الله، انت بتعمله علشان هو يرده لك. فلما ما ردهوش غضبت، لكن انت لما لو كنت بتعمله لله رده ما ردوش ما تغضبش ما تزعلش. فهمت المسألة؟ يبقى نكر الجميل ده موصل ولا مش موصل؟ موصل الى الله، بيعرفك. زي الميكروب، نكر الجميل ده عامل زي الميكروب في الدنيا. فهمت ازاي؟ مضر صحيح ودمه تقيل والناس تتضايق منه، زي الميكروب كده مضر ودمه تقيل والناس مش عايزاه، لكن في نفس الوقت بيعمل لك مناعه حلوه يخلي جسدك قوي تقوم تتحمل امراض اخرى. يبقى المرض في ذاته مضر، لكن في نفس الوقت في جانب نفع، بيعمل لك مناعه. فكذلك ناكر الجميل ده، عارف لو كل الناس تقول لك شكرا وتبوس ايدك لما تعمل فيها خير، مش هيبان انت بتعمل لله ولا للناس، مش هيبان ولا لنفسك، انت نفسك هتبقى متشوش، يا ترى انا بعمل علشان كده ولا بعمل للناس؟ مش عارف. يقوم ربنا يجيب لك في وسطهم واحد تعمل كده يروح تافف في وشك، شوف انت هتعمل ايه، شوف انت هتعمل ايه. زي ما عمل كده في واحد من آل البيت، واحد كده من آل البيت متصدق بيدي فلوس، فجاله واحد تف في وشه وهو بيتصدق، فاسنان بيتصدق بيديله مثلا 10 جنيه فتف في وشه، كان عايزهم 100 مثلا وخدها برضه وراح تف في وشه، علشان هو في زحمه ما بيدي ربنا عايز يختبره. انت بتدي لله ولا علشان الناس تقبل ايدك وتخضع ليك، ولا انت بتديها ليا بس؟ فجاب له الجدع ده مخصوص، بعته كده من الله كده، قال له تف في وشه. هو هيعاقب على فعله ده على فكره في الاخره، لكن في نفس الوقت هو رحمه للتاني. قام التاني قال له جزاك الله خير، طلع بقى ايه مقامه عالي التاني، جزاك الله خير.
إني أفعل ذلك لله لا لك، لو كانت لك لكنت غضبت. شوف ملك نفسه زي في لحظتها اكتشف الرسالة. فهمت؟ ممكن بس الحديث ده أصله ضعيف، إخواننا هيقول لك حديث ضعيف، واخد بالك؟ فأنا مرضيش أقولها كده عشان هيقول لك حديث ضعيف. وسيدنا مالك ابن دينار كان قاعد في البرية يعبد ربنا بعيد عن الناس، وبعدين نفسه طاقت للأكل بتاع الناس، قاعد بقى بياكل حشائش وياكل أي حاجة كده في البرية شهر اتنين، فنفسه كده اشتاقت لحاجة حرشة، حتة طعمية بتاع فول بتاع حاجات حلوة كده للناس بتاكلها. فراح سايب الخلوة بتاعته وراي على السوق ونزل على السوق، وهو داخل على مدخل السوق كده بص لقى ايه الناس بتجري ورا حرامي، حرامي الظاهر سارق حاجة وبيجري، فالحرامي جري استخبى في دخلة مين؟ سيدنا مالك ابن دينار. فلقوا سيدنا مالك افتكروا هو الحرامي مسكورة زوى على فراح قال لهم ايه؟ قال لهم اضربوا رأسا كم عصى الله، واعتبر ان دي اشارة من الله ربنا بعثها له يضربوا ليه، لانه استوحش الله واشتاق لغير الله، فربنا ضربه عشان يرجع له. ما اعتبرهاش بقى انها من الناس، وقال كده يا مجرمين تعملوا فيا كده وانا هرفع فيكم قضية رد شرف ورد مش عارف ايه ويعمل شغلانه. لا هو اعتبر ان بيتعامل مع الله، فاعتبر ان الموقف ده كله اللي عمله ربنا، هو اللي خلى الحرام يسرع في الوقت ده ويجري في الجهة دي مخصوص علشان هو يجي في الوقت ده، وهو التاني يستخبى يلاقوه يمسكوه يرزقوه. يعني مين اللي رسم النزلة دي؟ الله. فتعامل مع الله على طول، فخد المسألة من الله، فعرف ان الحكاية عقاب من الله انه هو استوحش الذكر وايه واستأنس بالخلق، فرده للذكر مرة تانية. فهمت المسألة؟ قال الشيخ عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه: الورع ألا تتحرك ولا تسكن إلا وترى الله في الحركات والسكنات، فإذا رأى الله ذهبت الحركة والسكون وبقي مع الله، فالحركة ظرف لما فيها كما قال: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه، فإذا رأيت الله ذهبت. يعني إيه؟ يعني حركة قلبك، خد بالك احنا كل كلامنا في القلب برضه. انا وتسمع الحركة تفتكر الجري، لا احنا مش بتكلم في المسألة دي، احنا بنتكلم في قلبك بيتحرك رايح جاي كده، بيطوف في الاشياء اللي مشتاق ليها والاشياء اللي عايزها، وقاعد بيكلم نفسه. وممكن وانت قاعد كده قلبك يبقى مثلا في اسكندرية، يبقى في اوروبا، يبقى في امريكا، وانت قاعد في المانيا لانه في قايد بقى قلبك هناك في الشقة وفي البيت اللي بتبنيه، في العمارة اللي عايز تشتريها، وفي المصنع اللي انت شغال فيه، فقلبك بيطوف بيتحرك. فهمت ازاي؟ لكن اذا نظرت الى الله وقفت الحركة حيث انك لا تعلم ان كل ما على الارض من الله، فتزول الحركة بقى خلاص، لان الله سبحانه وتعالى خارج عن الحركة، لان الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان والمكان، لان الحركة عبارة عن علاقة زمان بمكان. الحركة هي علاقة زمان بمكان، مش هي دي الحركة؟ والزمان والمكان مخلوق، والحركة مخلوقة، والله منزه عن الحركة. فإذا رأيت الله سكن القلب من الحركة، فاستراح القلب بعد ما كان قلبك بيجري ويلهد ويلهد ويلهد. أول ما ترى الله يتم اللقاء، يعني ترى الله فاعلا، ترى الله نافعا، ترى الله ضارا، ترى الله مؤثرا، ترى الله هو الذي قدر الأشياء منذ الأزل قبل أن تخلق، ترى الله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، دي معنى ترى الله. فإذا رأيت الله زالت الحركة، زال الحزن، زال الحرص، زال عنك الجشع، زال عنك الخضوع للأشياء التي تريدها، كل هذه الأشياء تزول عنك، لأن الله سبحانه وتعالى لا تجتمع معه الحركة، لأن الله قديم بعيد عن الزمان والمكان فلا حركة. فإذا توصل القلب إلى الله زالت عنه الحركة. فهمت؟ في الحتة بتاعت سؤال سيدنا يوسف يقول لك لولا أنه لقى برهان ربه زي العملية بتاعت ما هو برهان ربي؟ هو شاف إيه يعني، حاجة من عند ربه ولا مثلا هقولها لك بعد الدرس، هقولها لك بعد الدرس. مش دي متمشية مع الكلام اللي احنا بنتكلم فيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني علمه ما يريده الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريد وفي الوقت الذي احتاجه سيدنا يوسف.
هو ده البرهان. علمه ازاي يثبت براءته في هذا الموقف، هو ده برهان ربه. لولا رأى برهان ربه. ايه هو برهان ربه؟ برهان ربه انه هو ازاي يخلص منها مع دليل براءته. فهمت؟ هي دي برهان ربه، ان ربنا اراد ان يخلصه مما هو فيه ويبقى معاه دليل براءته في ان واحد، لانه ممكن يخلص مما هو فيه لكن ما يبقاش معاه دليل براءته. ممكن يمسكها يرزعها علقة يتوجه إليه للأقوى منه راجل، فتروح قد قميصه من قبل، فإذا قطع قميصه من قبل يبقى هو تخلص منها لكن معهوش دليل براءته. هيجي الشاهد من أهلها يقول له إن كان قميصه قد من قبل ده دليل الإدانة. فهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى إداله المعنى اللي بيه يتخلص منها وفي نفس الوقت يبقى معاه دليل براءته، فراح مديها ظهره وجري عشان يتقطع قميصه من خلف في دخل السيدة. فلما يجي سيدها يبقى هو تخلص منها ومعاه دليل براءته. فعمل اللي عكس اي راجل يعمله في الموقف ده. اي راجل في الموقف ده هيعمل ايه؟ وهو راجل عفيف يدفعها بالمواجهه. مش هيديها ظهره، يدي ظهره ليه؟ هو انت ما يقابلك عدو هتدي لك ظهره؟ انت عايز تتخلص من عدو دلوقتي، ازاي تدي له ظهره؟ فانه يديها ظهره ليه في حد ذاته دي حاجه ربانيه لا يفعلها انسان الا ان كان بيوحى اليه. في الوقت المناسب، هو ده برهان رب. فيها تفاسير كتيرة بس أنا بقول الخلاصة اللي أنا أستريح ليها. لكن إحنا إيه مش عايزين نقول تفاسير كتيرة. وعلى هذا قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: الورع على وجهين، ورع في الظاهر وهو ألا تتحرك إلا لله، وورع في الباطن ألا يدخل قلبك سوى الله. يبقى ورع الظاهر ان يبقى حركتك الظاهرة واعمالك كلها تبقى لله، وورع الباطن الا يدخل قلبك الا الله. هي دي المعنى. والله تعالى اعلم. ونقف على الحكمة التي تليها ان شاء الله، وهي: من لم يقبل على الله بملاطفات الاحسان قيد اليه بسلاسل الامتحان. يعني وربنا هيجيبك بالمصاصة أو بالكرباج بالعصاية، هو هيجيبك فأين تذهبون؟ فهيجيبك بحاجة تحبها اللي هي إيه؟ اللي هي ملاطفات الإحسان، أو بحاجة تكرهها اللي هي إيه؟ اللي هي ضربات الأقدار. بالجلال والجمال. والله أعلم. سبحانه وتعالى. إن شاء الله وغدا. سبحانك اللهم وبحمدك.